إن الأمن والالتزام بتطبيق القانون هما الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات وتطورها، ولقد تشرفتم أن تكونوا الواجهة المباشرة لتطبيق القانون وحماية أمن البلاد، وإن نجاحكم في إداء مهامكم مرتبط بمدى تعاونكم وتواصلكم مع المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن العزيز، بالإضافة إلى التنسيق التام مع مختلف جهات الدولة. نسأل المولى تعالى أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يكتب لكم التوفيق والسداد، ويتقمد بواسع رحمته ومغفرته شهدائنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.